وطبعا الاسبوع ده كانت الرياضه حاضره فيه بقوه سواء على مستوى النادي الاهلي او النادي الزمالك. النادي الاهلي اتصدر الترند بعد الماتش اللي لعبه مع نادي المريخ السوداني في البطوله الافريقيه واللي قدر الاهلي فيه انه يفوز بنتيجه 3-2. ولكن اللي اتصدر الترند مش فوز الاهلي بس، ولكن كمان الرقم القياسي الجديد اللي حققه الاهلي بالفوز ده. الرقم القياسي اللي حققه الاهلي هو وصوله للفوز رقم 200 في كل البطولات الافريقيه، وده بعد ما لعب اجمالي مباريات عددها 386 مباراه. وطبعا الرقم ده بيتضاف للارقام القياسيه والانجازات الكتير اللي النادي الاهلي بيحققها خلال الفتره اللي فاتت. اما بقى نادي الزمالك فهو كمان كان متصدر الترند بسبب عوده المدير الفني فيريرا مره ثانيه للتدريب الفريق. والحقيقه ان عوده المدرب للتدريب الفريق خلت ناس كتير قوي من جماهير النادي الزمالك مبسوطه، وخصوصا ان المدرب البرتغالي في اول مره قاد فيها الفريق قدر انه يفوز بالدوري والكاس، والزمالك كان بيقدم مستوى اكتر من رائع. وناس كتير جدا علقت وقالت انه اهم حاجه بتميز المدرب البرتغالي انه بيجمع بين الشخصيه القويه وحب اللاعبين، ودول طبعا صفتين صعب يتجمعوا في مدربين كتير جدا. طبعا بنتمنى التوفيق للزمالك والاهلي في مشوارهم الافريقي وكل البطولات اللي بيمثلوا فيها اسم مصر.